فقط. وبعد ذلك تركز على الدراسة. الدراسة صديقي هي مهمة جدا يعني، وخصوصا يعني خصوصا خصوصا مرحلة البكالوريا، الدراسة إلى مرحلة البكالوريا، لأنها تعتبر مرحلة محو الأمية، يعني ضروري أن تحارب الأمية. فإذا يعني انفصلت عن دراستك مبكرا تعتبر شخص يعني نوعا ما غير متمم لدراسة أمي بين مزدوجتين. يعني هناك الكثير من الأمثلة من انفصلوا عن دراستهم ونجحوا في حياتهم ويعني كونوا نفسهم بأنفسهم، ولكن هذه الأمثلة أمثلة خاصة. يعني حاول أن تركز على دراستك صديقة لأنها مهمة جدا. مسألة تنظيم الوقت هي مسألة يعني عدم إمكانيتك أو فشلك في تنظيم الوقت، يعني هذه المسألة يجب أن تراجعها. إذا وجدت أن الوقت يعني ما بين الدراسة وبين ميولك أو موهبتك أو هوايتك يعني يعني الوقت مزاحم جدا، يعني انهض باكرا الساعة الرابعة يعني الرابعة صباحا أو الخامسة صباحا وشرع إما في الدراسة، وأنصحك أصلا أن تنهض باكرا وشرع في الدراسة. بعد ذلك يعني ضروري ستتوفر على وقت شاغر من أجل أن تمارس هوايتك.